بس منيح نحن قدرنا نكشفها على حقيقتها. روحان انت ما بتعرفي روحان هلا خايفه من غزل، مشان هيك عم تضايقها، مفكره انه رح تخسر اهميتها اول ما اتزوج غزل، بس هي خلص خسرت اهميتها قبل ما نتزوج. خلصت؟ ولا لسه عندك حكي؟ شو صار روحان؟ دعاء من قبل كانت بيت السر تبعك، كانت مرت أخوك ورفيقتك وحتى مساعدتك. قلي كيف غيرت رأيك فيها بهي السرعة؟ أنت عن جد مفكر إنه ما بترد لك الخير؟ شو صاير لك؟ ليش صاير قاسي وحكمك متسرع؟ يا ريت لو أنت كمان بتعرف حقيقة دعاء، مع إنه هي غلطانة لليوم بس لسه عم تدافع عنها. برأيك هذا ما أنه ظلم؟ برأيك أنا عم بظلمها؟ ليك لو إني واقف مع دعاء ما كنت بقلع ممتاز من البيت. ممتاز غلطت بحقها لأمي، وهي ليش تجرأت؟ لأنه دعاء دعمتها. حيدري أنت مشان تغطي على غلطة دعاء قلعت ممتاز من البيت، ما عملت هالشي مشاني. روهان حديثنا مو ممتاز، كل اللي عم تقوله إنك غلطان بحقها لدعاء. حاجة توقف معه وتدافع عنه، شو ما عندك ضمير أنت؟ روهان انتبه للي عم تقوله، لازم تتعود تسمع الحقيقة. عن أنو حقيقة عم تقصدوها أنتو؟ شو بكون؟ لا ترفع صوتك وإلا وإلا شو رح تعمل؟ رجع لورا حيدر. لا شو رح تعمل؟ جاوب احكي يلا. رح اضطر رد عليك بطريقة بتليق اللي عم تعمله. تمام رد علي لكان، شو يلي بدك تعمله؟ رح تمد ايدك علي؟ هادي اللي رح تعمله؟ اه يلا لا خلص مده يلا مده يلا بعيد عني يلا. لا شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ ضربني يلا وقف. شلون تصرف؟ شو جنيت انت؟ عم ترفع ايدك على اخوك؟ انت ما عاد الطبيعي وبلا احترام. مو مزبوط روهان، ما انه غلطان بابا، حيدر هو اللي بلش بالاول. يلا قل له حيدر. كلمة اخي بحياتك ما عاد بتقولها. شو اللي عم يصير بهي العيلة؟ الاخوات صاروا اعداء؟ ما بعرف شو يلي وصل الامور لهون ابدا. الحق مو علينا بيلي صار، دعاء هي يلي دمرت هالعيلة. روهان حيدر روهان اسمعني، اسمعني لقلك روحان. عندك روحان اسمعني شوي، انا غلطت. روحان 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 اسمعني شوي. روحان روحان ممتاز موبايله لساته مطفي. مرت اخي كاينات شبك؟ ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ كل شي حكيتي كان صح، غزل كل هدفها انه تدمر العائلة، وهي ساوت كل شي سيء ونحن ما وقفنا. اليوم بسبب خسرنا ممتاز وبكره ما بنعرف مين. انتي لا تشغلي بالك وثقي فيني وبس، وكل شي رح يكون منيح. دعاء حيدر حيدر شوفي كأنك مبين متضايق، شو القصة؟
شبه ايدك. انت كيف تأذيت كائنات؟ بسرعة جيبي لي علبة الإسعافات. روحي يلا مرت أخي. كيف صار معك هيك؟ ما في شي، خلص ما في شي، تركيني بس. أنا منيح. انت كيف انجرحت وشو اللي صار؟ تفضلي مرت أخي. هات عطيني ايدك. انت عم تتوجع شي؟ أنا حدا مو منيح دعاء. أنا مو منيح. شو إله معنى هاد الحكي؟ لا عاد تعيد هاد الكلام. بس يا دعاء، روحان أخي وقلبي عم يحاول يبعد عني، وأنا ما فيني شوفه عم يبعد وضل ساكت. ما بقدر. أنا خايف يجي شي يوم نتخلف عن بعض وما عاد فينا حدا يعترف بالتاني. لا